اللهم يا سامع الصوت ويا سابق الفوت ويا كاسي العظام لحما بعد الموت، صل يا ربنا على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد ما ذكره الذاكرون الأبرار وما تعاقب الليل والنهار، وصل عليه ما أشرق الضياء ولاح، وصل عليه ما تعاقب المساء والصباح، وصل عليه ما ظهرت النجوم وتلاحمت الغيوم. إنك يا ربنا حي قيوم على كل شيء قدير. اللهم صل عليه صلاة تنحل بها العقد وتنفرج بها الكرب وتيسر لنا بها كل عسير. إنك يا ربنا على كل شيء قدير. أيها السادة، في ليلة عرفات أجمل الليالي في ملك الله عز وجل نلتقي ها هنا على مائدة القرآن الكريم، إذ حجاج بيت الله يتوافدون على أرض عرفات يتزاحمون وينادون بأجمل الأصوات لبيك اللهم لبيك. ينادون لبيك اللهم لبيك، ونحن ها هنا نستمع إلى القرآن الكريم في ليلة التكريم للراحل الكريم الحاج محسن أبو شلبي رحمه الله، مشاركين عائلات شلبي صغيرا وكبيرا، داعين الله تعالى أن يبلغ ثواب ما يقرأ ونور ما يتلى إلى روح سيدنا رسول الله وإلى روح راحلنا في مسواه وجميع موتى المسلمين. آمين آمين يا رب العالمين. اللهم بلغ ثواب ما يقرأ ونور ما يتلى الليلة إلى روح راحلنا الكريم الحاج محسن أبو شهين. أيها السادة، ليلتنا عامرة بوجود علم الإذاعة والتلفزيون فضيلة القارئ الشيخ محمد علي الطاروطي قارئ الإذاعة والتلفزيون، نسأل الله تعالى له التوفيق وأن ينفعنا بتلاوته، وسعدنا أيضا بالعالم الجليل فضيلة الشيخ عمرو جبران والسيد النائب الجسور الخدوم السيد المحاسب خالد بشر، شاكرين له واجبا. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم.
نرفع درجات من نشاء وفوق كل ذي علم عليم. نرفع درجات من نشاء وفوق كل ذي علم عليم. فقد سرق أخ له من قبل. فقد سرق أخ له من قبل فأسرها يوسف في نفسه ولم يبدها له. قال أنتم شر مكانا والله أعلم بما تصفون. سنين
إلا ما
قال معاذ الله أن نأخذ إلا من وجدنا متاعنا عنده إنا إذا لظالمون. فلما استيأسوا منه خلصوا نجيا. قال كبيرهم ألم تعلموا أن أباكم قد أخذ عليكم موثقا من الله ومن قبل ما فرطتم في يوسف. Oh,
شاء الله. وهو خير الحاكمين.
وما شهدنا إلا بما علمنا وما كنا للغيب حافظين. واسأل القرية التي كنا فيها والعير التي أقبلنا فيها. واسأل القرية التي كنا فيها والعير التي أقبلنا فيها. وإنا لصادقون. قال بل سوات لكم أنفسكم أمرا فصبر جميل يا رب.
فصبر جميل فصبر جميل قال بس إنه هو العليم الحكيم
وبيضت عيناه من الحزن فهو كظيم. وبيضت عيناه من الحزن فهو كظيم.
عقوبتي وحزني إلى الله وأعلم من الله ما لا تعلم. يا بني يا بني يا بني يا بني اذهبوا فتخصصوا من يوسف وأخيه ولا تيأسوا من روح الله. إنه لا ييأس من روح الله إلا القوم الكافرون. فلما دخلوا عليه قالوا يا أيها العزيز فلما دخلوا عليه قالوا يا أيها العزيز مسنا وأهلنا الضر مسنا وأهلنا الضر وجئنا ببضاعة مزجاة فأوفي لنا الكيل وتصدق علينا. فلما دخلوا عليه قالوا يا أيها العزيز قالوا يا أيها العزيز مسنا وأهلنا
لنا الضر وجئنا ببضاعة مزجاة فأوفنا لك إلى المتصدقين إن الله يجزي المتصدقين قال هل علمتم ما فعلتم بيوسف وأخيه إذ أنتم جاهلون قال هل علمتم ما فعلتم بيوسف وأخيه إذ أنتم جاهلون قالوا أئنك لأنت يوسف قالوا أئنك لأنت قال أنا يوسف وهذا أخي وهذا قالوا أئنك لهذا يوسف قال أنا يوسف وهذا أخي قد من الله علينا
باسم كل آل شلبي أسرة الوالد الراحل الحاج محسن شلبي. فالشكر للكابتن سيد عبد اللطيف رئيس الشكر للكابتن سيد عبد الحفيظ رئيس الكرة الاهلي والسيد النائب خالد بشر والسيد العمدة حمدي جاويش كذلك الحاج ابراهيم عبد المعطي كفر جمعة والحاج فوزي ابو احمد والحاج السيد العرباوي والزميل العزيز الحاج علي الخضري وفضيلة القارئ الشيخ محمد جودة متولي والكل اتى يؤدي الواجب لآل شلب الاكرمين على رأسهم السيد النقيب الحاج علي ابو دياب. الكل جاء لآل شلبي ولفضيلة الشيخ محمد فتوح القارئ العلم. الذي يتقدم بالشكر الى الجميع. ايها السادة مرة اخرى شكرنا للكابتن سيد عبد الحفيظ مدير اتحاد الكرة بالنادي الاهلي. ايها السادة